في قطاع غزة يواجه السكان أزمة إنسانية، حيث يعانون نقصا في الغذاء والوقود ومياه الشرب والأدوية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي. تشير التقديرات الخاصة بالأمم المتحدة إلى أن ما يقدر بنحو 1,800,000 من سكان القطاع، والذي يبلغ عددهم 2,300,000 نسمة، هم نازحون داخليا. المياه ابتدينا المالحة عبدور كل 11 يوم، كل اسبوعين ابتدينا، يعني الوضع صعب جدا، وبنرفع المياه من الارض الى الطوابق للثالث والرابع والخامس على اليدين على الجرادل. يعني احنا جاي نعبي مياه حلوه، انتوا زي ما انتوا شايفين الوضع كيف، بالتهدئه ومن غير تهدئه برضه الناس ايش، لا كهرب ولا مياه ولا اي حاجه من سبل الحياه، وشايفين العالم كيف يعني بالدور بعبوا مياه وبنضلنا لاخر الليل ومش ملاحقين قد ما بنقدر، مش ملاحقين، يعني الناس مشاكل، المشاكل والوضع الاقتصادي صعب جدا والله، واحنا حابين يعني ان الدنيا تحل من هيك، يعني تعبنا من الميه ومن النار، ومش غاز ولا في كهرب ولا في اي حاجه، بعين الله شو اقول لك اكثر من هيك. حاله الميه يوميا من بدايه النزوح لحتى الان، حتى في ظل التهدئه لم يكن حلول للميه، يعني في ظل التهدئه المفروض يكون في حلول للميه، لانه قالوا انه دخلوا وقود، دخلوا ما اعرف ايش وسالت، ولا في حاجه صارت. المعاناه هي بل اسوء. هي مثلا هي رابع مره من الصبح انه احنا نيجي نعبي ميه. رابع مره من الصبح من الصبح لهلقيت نيجي نعبي ميه. على الفاضي يعني ما فيش حلول. طالب بتمديد التهدئه ووقف لاطلاق النار، لانه الشعب انتهى. انتهى بمعنى الكلمه. الشعب معاناته سيئه مع اساسيات الحياه، مع مقومات الحياه انتهت. ايش ضل له؟ ايش ضل؟ انا بدي اعرف ايش ضل؟ ضل تقضي على نص الدير اللي ضايل، وبعدين خلص انتهى الامر. خلاص مات.